صباح الخير عليكم جميعا، او مساء الخير. ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. ودايما بعد ما اخلص تمرين اليوجا بحس اني عايزة اتشارك معاكم حاجات جديدة. النهاردة هجاوب الناس اللي سألتني ايه هو احسن شامبو لعلاج فراغات الشعر وتساقط الشعر والصلع. اذا بيعجبكم نوعية الفيديوهات ديت عرفوني بلايك، حطولي لايك وضغطوا جرس عشان يوصلكم مني كل جديد. الخلاصة في موضوع الشامبوهات انه احسن شامبو لعلاج تساقط الشعر وملء فراغات الشعر والصلع هو التي جل، شامبو تي جل. هسيب لكم الاسم تحت في صندوق الوصف. هو غالي شوية بس انا بعتبره جود انفستمنت، يعني بندفع مبلغ في شامبو حقيقي بيستحق. بنتجنب ان احنا نجرب منتجات مش هتشتغل والنتيجة هيكون إحباط، الإحباط نفسه بيعمل تساقط للشعر، وكمان بنوفر فلوس من تجربة منتجات ملهاش أي لزوم. الشامبو ده بنستخدمه من مرة لثلاث مرات في الأسبوع، بس أنا شخصيا كنت بستخدمه مرة واحدة بس في الأسبوع، وفترة بسيطة اتملى شعري، اتعبى شعري وبدأ البيبي هير يظهر بسرعة. وده كان كل شيء النهاردة. كنت معاكم أنا شيماء، ناشطة بالطاقة وشفاء الذاتي ومتخصصة في فن المكياج الإعلامي والجمال. سلام، باي.